فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في اخر جزء من حصتنا اليوم في فير بلاي. اكيد اليوم اجتماع مكتب رابطة ناخذ اهم الديسيزيون اللي وقع اتخاذهم، خصوصا متعلقة بهلال الشاب. اكيد 7 صداعات كانت وصلت لهلال الشاب، ناخذ شنو صار في الموضوع من عند عضو مجلس ومكتب رابطة بالحسن بالسمرة. سي بالحسن اهلا بك. السلام ومرحبا بك. مرحبا بك. دونك اعطينا اهم الديسيزيون خذيتوهم اليوم في الاجتماع نتاعكم. هو تو كيف في مكتب الرابطة كانت عينا نحن مجموعة من التدوينات اللي وردت على أول اجتماع صحة. هذا هو الثاني اجتماع الأول هو اللي صدرت فيه الاستدعوات للاجتماع متاع اليوم، وهذا ثاني اجتماع صحيح. الملف المكتب الرابطة اليوم كان عقد نظر بالأساس في ملفات اللي تخص جمعية الهلال الرياضي الشابي. ثم عقوبات صدرت في خصوص الكاتب العام للجمعية، كيف ما قلت انت سيادتك، ثم 7 تدوينات تهمه هو وردت على الصفحة الرسمية للجمعية. العقوبة الأولى كانت 15,000 دينار بالنسبة للتدوينة الأولى، 15,000 دينار ومنع من الجلوس على بنك البدلاء مدة 4 مقابلات. وبالنسبة للتدوينة الثانية باعتبار اعتبرنا وأنه هو في حال تعود، وليت العقوبة 30,000 دينار ومنع من الجلوس 4 مقابلات وتضاف لهم مقابلة أخرى 5 مقابلات. بالنسبة للتدوينة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مضاعفة زاد العقوبة 30,000 دينار ومنع من الجلوس 6 مقابلات. معناها الكل في الكل قديش؟ الكل في الكل سيب الحسن قديش معناها فلوس؟ الفلوس انت تمك الفلوس معناها ثم هذه العقوبه رياضيه طبعا. وقداش من مقابل الكل في الكل؟ ما يسالش ثم 4 و5 و5 مقابلات في الستة. وبالنسبه للعقوبات الماليه 15,000 دينار و6 مرات في 30,000 دينار، 195,000 دينار، 200 مليون معناها 200 مليون. وقداش تطلع في 35 ماتش هكا عقبتوه؟ ليه العقوب بالنسبة للعقوبة الرياضية هاني قلت لك حبينا نشوفه ثمش إمكانية باش تتمتع الجمعية بالضم، لقينا وأن الفصل يمنع الضم في العقوبات هذه. ثم ضم كان في العقوبات اللي تكون الأفعال متأتية في ماتش، النص يتحدث على ماتش، نحن مانيش في وضعية متاع ماتش، نحن في تدوينات منشورة على الصفحة الرسمية متفرقة في تواريخ متفاوتة. وثم ملف وتعهدنا زادة بالملف نتاع سي توفيق المكشف رئيس النادي، لقينا في قراءة جديدة لمكتب الرابطة أنه ما نجموش ننظروا في الوضعية التأديبية متاعه، فأحلنا ملفه لجنة التأديب والروح الرياضية بجامعة تونسية كرة القدم. هذا هو معناها؟ هذا هو. عندك التفاصيل على شنو سندته بالضبط في العقوبة ولا مازال ما عندكش؟ مبدئيا هي مجموعة من الفصول المتكاملة، معناها تيون سانتيز ارتيكل جوريديك هي اللي وصلتنا للعقوبات هذه اللي هي أهمها. تم الفصل الأول من المجلة التأديبية، الفصل الثاني والثالث من القوانين العامة، والفصل 70 من القوانين من القانون الداخلي لجامعة تونسية كرة القدم. هذوما كلهم اللي يمنعوا المسؤولين الرياضيين من التصريح تقديم أي تصريح من شأنه أنه يمس من أخبار الهيكل الرياضية من جامعة تونسية كرة القدم، ولا يمس من اعتبار كرة القدم التونسية بصفة عامة. دونك هما هذين هما الفصول اللي اعتمدنا. لو كان دل عليك سيدي حسن تعاود لي العقوبات الرياضيه قداش من مقابله؟ بالنسبه ثم التدوينه الاولى هي 4 مقابلات. اي التدوينه الثانيه 5 مقابلات. التدوينه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه تولي 6 مقابلات، باعتبار انه المقابله الاولى ما اعتبرناهاش حال تعود، المقابله الثانيه اعتبرناها في حال تعود اول، الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة اعتبرناها في حال تعود ثاني. هذية طبقا مقتضيات الفصل 55 من المجلة التأديبية اللي نظم مسألة العود. 19 مقابلة معناها هكا كان مش ما يشغلت في الحساب. ما حسبتش اخذت كل ملف تعادنا به وحده. 200 مليون 19 مقابلة ظهر لي أول مرة سابقة هكا ما عقوبة هكا ولا صارت قبل في شخص مسؤول. ما عنديش فكرة أنا بالضبط، ما عنديش فكرة، ما أنا ظهري أنا اليوم نهار اللي خذيت باش نعطي أنا التصريح الإذاعي هذايا وجات عقوبات ثقيلة من نوع هذا، ما عنديش في ذاكرتي اللي صارت قبل هكا. نحن كنا قدام نعرفوا اللي نحن كان عندنا ملف من الوزن الثقيل، حاولنا معناها نلقاو مخرج باش ما نصلوش العقوبات الثقيلة، لقينا اللي النص التشريعي الرياضي جامد ما
ما خاولنيش باش نمتعوا جمعية الهلال الرياضي الشابي بالضم العقوبات، فتلزينا باش كل ملف يكون عنده عقوبة من الوزن هذا. بصراحة نتصور تزيد تأجل الخلاف مع هلال الشاب بالعقوبات هذه. والله يشوف نحن اليوم راو كيف نظرنا في الملف، نظرنا كهيكل تأديبي، معناها المسائل الأخرى نحن بعاد ياسر على توسكي التأجيج وما إلى ذلك. نحن رانا كي نتعهدوا بالملف نتعهدوا بالجانب التأديبي، ما عدا هذا رانا نحن من أنا شخصيا ما عندي حتى عداوة مع الهلال الشاب وأعضاء المكتب اللي هما كيف ما قلت لك راو ثاني مرة هما يجلسوا ويتلموا مع بعضهم زادا كيف كيف راو ما عندهم حتى موقف من الهلال الشاب، لكن هذه هو نصوص جامدة ما تنجم تأتي كان العقوبات من نوع هذي. تيك صحة، شكرا ليك سي بلحسن على كل هذه التفاصيل. مرحبا بك. دونك كما كنت تسمعوا السيد بلحسن بالسمرة عضو رابطة، أكيد عقوبات قاسية جدا على الكاتب العام لهلال الشاب، توصل 195 مليون مع 19 مقابلة، ظهر لي سابقة تاريخية في كرة القدم التونسية، ما عنديش تأكيد، لكن عقوبات قليلة جدا، يبدو أنه عكس السير عكس الطيارة من هلال الشاب أكيد، وعدم دخوله يمكن حسب ما اعتبروه هم بيت الطاعة أكيد قاعد تكلف لهم غالي، باش تكلف لهم غالي، ولو أن العقوبات هذه أكيد نعرف الناس كل قابل الاستئناف قدام لجنة الاستئناف وقدام أيضا التاس في الطور الثالث. نستنى موقف هلال الشاب أكيد، تابعوه معنا في حصص رياضية قادمة. هكا نوصلوا لنهاية فير بلاي اليوم، شكرا لأحمد أبو الخوجة في الإخراج، شكرا أيضا لآدم اللي أمن لكم الفيديو الموجودين على الباج متاعنا. نتقابلوا الموعد يكون غدوة إن شاء الله مع 3-5 في فير بلاي مع زميلي أني.